أغلب الأعداء يبدون مسالمين، لا شك أنهم يخططون لشيء ما. لا يهمني ذلك، سأسحقهم. سيخططون للسيطرة على القلعة. ماذا تريدين منا؟ من أنت؟ هو أنت أقوى مما أعتقد، ولكن كلنا نريد المملكة. أهلا بكم في زمن المحاربين يا سادة. أتدنوا، ما لكم ضاربين؟ ياسمين عيشة ما تذكرت هل تخططون السيطرة على القلاع في الحرب القادمة؟ أن يكون هذا العملاق. السلام عليكم، سأسرد لكم اليوم قصة شاب شجاع مغامر مثلكم جميعا. إنها قصة ياسين، الشاب الذي ترعرع تحت تهديد وحروب الشعوب بهذا العالم. ومنذ كان طفلا لطالما تساءل عن السبب هذا الصراع الدائم الذي أدى إلى وفاة والدته وهو صغير، ما جعله مشتعلا بنار الانتقام وعزيمة المطابرة ليصير مثل أمه كأعظم محارب في زمن المحاربين. واليوم أصبح أخيرا في السن المناسبة للانضمام إلى فيلق الجيش وبدء مغامرته، فتابعوا معنا. يا له من يوم جميل، أخيرا إنه اليوم الموعود. هذا رائع، رغم أنني لا أدري إذا كنت أستطيع فعل هذا، لكن لابد لي أن أفعل، لابد أن أفعل هذا. القرية رائعة كالعادة. صباح الخير ياسين، قررت أخيرا الذهاب. واو، حظ موفق. نعم، لقد قررت أن أذهب، سأفعل ذلك، سأنضم إلى الجيش. حسنا، إذا يبدو ما في وسعك. نعم، لابد أنه سيكون طريقا طويلا. هذا بالتأكيد. لا عليك، سوف أصير محاربا عظيما، تذكري كلامي هذا. سوف أتذكر ذلك، حتى موفقا. نعم، تذكري هذا الأمر. حسنا، إلى اللقاء. أي أنت، أين كنت كل هذا الوقت؟ ألم أقول لك يجب أن تستيقظ بكرا؟ إنه اليوم الذي سوف نقوم فيه بإدخالك إلى الجيش. هل نسيت هذا الأمر؟ آسف يا أبي، لقد استيقظت للتو. أرجو لا يكون قد تأخر الوقت، أنا مستعد تماما. أنا آسف، كنت متعبا قليلا، أظن أنني استغرقت قليلا في النوم. هذا شيء لا يصدق، أتظن أننا نلعب هنا يا فتى؟ حسنا، اسمعني جيدا. نعم، إنني أسمعك جيدا. هيا تابع، أخبرني. سوف تتجه الآن إلى قاعة سيدريك للتدريب. هذا هو المكان الذي يتم فيه تجنيد أشخاص الجدد. نعم، سوف ترى ذلك في الخريطة التي أعطيتك إياها. لقد أعطيتك الخريطة البارحة، لا تقول أنك ضعتها. الخريطة، نعم لدي الخريطة. قاعة سيدريك للتدريب، أعرف هذا المكان، أعرف.
حسنا إذا بالآن. إذا بالآن فقد تأخرت. حسنا إلى اللقاء. حسنا سأذهب من هنا. هذا المغفل أشك بأنه ذاهب للجيش. يا أنه من أحمق. نعم لابد أنه لن يفعل شيئا. يا إلهي لا أصدق أنه سيفعل هذا. وما هذا فأنا لا أستهين به. قد يصبح شيئا ما. سيكون السفر طويلا. لكن هذا جيد جدا. واو الجو جميل. رائع. وقت المغادرة أخيرا. إنها البوابة. هيا بنا لنفعل ذلك. واو شم رائحة البحر الزكية. جيد جدا. واو هذا حارس؟ ايه ايها الحارس كيف الحال؟ ماذا هناك وماذا تريد؟ انا ذاهب الى قاعة سيدريك. هل هي من هذا الجهة صحيح؟ انا منشغل جدا ليس لدي وقت لك. اذهب. نعم انها من هناك. اذهب من فوق الجسر. حسنا شكرا لك. حسنا شكرا. يا له من حارس الغريب. واو البحر الجسر حسنا. واو يبدو ان هناك احد ما. من يكون يا ترى؟ السلام عليكم يا الحارس. كيف الاخبار هنا؟ ابتعد من هنا. هذا ليس بالضعفاء مثلك. اي ابتعد. وماذا تقصد بالابتعاد؟ لقد اتيت للانضمام الى الجيش. وما قال انك تستطيع الانضمام؟ لديك القدرات اللازمه. وهل تستخف بي هذا؟ انا لدي اكثر من ذلك. اكفيك تفاهه. اخبرني من ارسلك الى هنا. ما الذي تقصده؟ لقد ارسلني ابي. انه وقت الانضمام للجيش. اتمزح معي؟ نعم لقد كنت امزح معك. هيا اذهب اسرع. لقد تاخرت كثيرا. يا الهي لما هؤلاء الحراس غرباء الاطوار. اخرتني اكثر. يا هذا لا اصدقكم. ابتعد. يا الهي يبدو ان هذا هو المكان. يا الهي ما هذا المكان يعج به. ذئاب صغيرة. هذا هو المكان الصحيح يا ترى. احمد الله على ان هذه الذئاب ظريفة. وإلا لا أصبحت مأكولا هنا. واو المكان فخم جدا. انظر إلى هذه القلعة. هل هذه هي قاعة سيدريك للتدريب؟ واو أعجبني الأمر. رائع. واو قلعة فخمة. شيء لا يصدق. إنني أرى هناك أشخاص واقفين هناك ينتظرون أحدا. السلام عليكم. مرحبا بك أيها الفتى. أظن أنك أتيت لكي تنضم إلى الجيش. هذا صحيح. كيف عرفت ذلك؟ وكيف لا أعرف هذا وهذا مكان تجنيد. الجميع يمر من هنا ولست الوحيد ممن سيمر في هذا المكان. نعم صحيح معك حق. يجب أن تعلم الآن بأنك سوف تبدأ الآن هنا. ستمر أنت أيضا من هذه النقطة لتصبح أعظم محارب كما مر أعظم المحاربين من هذه النقطة في بدايات حياتهم ومغامرتهم. واو جيد جدا. استمع جيدا لما سنقوله لك يا بني. سوف أبدأ الآن بإعطائك بعض المعلومات. سوف تتعلم المزيد من المعلمين الآخرين هنا. بما أنك الآن هنا للانضمام إلينا فلابد أن تعرف كل شيء عن نظام هذا العالم وكيف تسير الأمور العسكرية في حياتنا. أجل أخبرني من فضلك. أنا مستعد. عليك أن تعرف أنك دخلت الآن إلى عالم مزقة الحروب. تنافس فيه ثلاث ممالك على السلطة بينما تنخرط في معارك متعددة
ومنافسة شرسة من أجل السيادة المطلقة، ذلك باعتبارك محاربا بسيطا في هذا الصراع. عليك أن تبذل كل ما بوسعك من أجل أن تكون من أخوى المحاربين وتقود مملكتك إلى النصر. فهل أنت مستعد لتخوض هذه التجربة؟ هذا الشيء لا يصدق. لم أكن أعرف هذه الأشياء حتى بعد وفاة والدتي. لم يخبرني أحد بهذه التفاصيل. أنا أشكرك أيها المعلم، وأنا مستعد لكل التحديات. حسناً، أعلم بك معنا. سوف أخبرك الآن عن بعض الأشياء التي تنتظرك مستقبلاً، لابد أن تعرفها قبل بداية التدريب. حقاً؟ هيا أخبرني، أريد أن أسمع المزيد حول هذا العالم. اسمع، قبل أن تبدأ لابد أنك قمت باختيار مسارك في هذا العالم. هل فعلت؟ ماذا تقصد أيها المعلم؟ أنا لا أعرف شيئاً عن أي مسار. وضح لي من فضلك. وما هذه المخلوقات الغريبة؟ يا إلهي. حسناً، عليك أن تعرف بأن هذا العالم يتكون من عدة شعوب مختلفة، وهم 6 شعوب. شعب البشر الذي تنتمي إليه أنت الآن، ونحن شعب البشر رغم كوننا ضعاف في الماضي، إلا أننا أصبحنا من أقوى هذه الشعوب بعد شعب الغول الخطير. ولدينا شعب جن النور، وشعب جن الظلام، وشعب الغول الذي ذكرناه سابقا، وشعب الأقزام، ثم شعب الكاميرا. وكل هذه الشعوب متساوون في القوة رغم وجود بعض المحاربين المميزين في كل واحد منهم. لا يهم مثلا الشعب الذي تنتمي إليه، بل المهم هو إتقانك لمهاراتك في القتال، ومدى تطويرك لأسلحتك وضروعك ومهاراتك المميزة. واو، حسنا، هذا يجعلني أزداد حماسا. يجب أن يعرف هذا الشاب عن مميزات هذا العالم يا معلم، أخبره بهذا. صحيح، يتميز هذا العالم بمعاركه وحروبه الشرسة للسيطرة على القصور والحصارات ومعارك الكتائب فيما بينهم، أو إنشاء فريقك الخاص أو الانضمام إلى أحد الفرق وتقاتل به. يمكنك أن تنشأ فريقك وتقاتل به، وفيه قتال في حلبات الأولمبياد، وقتال الوحوش الأسطورية، واجتياز المهمات وحدك أو مع أصدقائك كما تريد، وترويض الوحوش، والتقاء أصدقاء جدد، خاصة إذا قمت بالانضمام إلى أحد الفرق كما قلنا سابقا، من خلال نافذة Alt+B ثم كتيبة. كما يمكنك إضافة الأصدقاء باستعمال Friend Invite/Friend Invite ثم تكتب اسم صديقك وتقوم بدعوته إلى لائحة الأصدقاء مباشرة، وتجد لائحة الأصدقاء بالضغط على Alt+Y. ولا تنسى أن تفتح الخريطة بالضغط على أيقونة بجانب الشاشة لتعرف طريقك إلى المكان المناسب. هل حقا كل هذا موجود في هذا العالم؟ أما هذا مثير. الآن أمسك سيفك لتبدأ أول مهمة لك. وللحديث عن المهمات، عليك أن تعلم بأن هناك مهمات التخصص، هي المهمات الوحيدة التي من الضروري جدا إنجازها كي تستطيع تطوير شخصيتك. أما باقي المهمات فهي اختيارية فقط، يمكنك اجتيازها أو تجاهلها، لا مشكلة في ذلك. ولكن ماذا تقصد بالتخصصات يا أيها المعلم؟ نعم، التخصصات، سيكون عليك اجتياز اختبارات في كل من هذه المستويات. الاختبار الأول عندما يصل مستواك إلى مستوى 20، ثم ستأخذ الاختبار الثاني أي التخصص الثاني عندما يصل مستواك إلى المستوى 40، وسوف تأخذ المستوى الاختبار الأخير عندما تصل إلى المستوى 76. نعم، هذه هي الاختبارات الثلاثة التي سوف تجتازها في هذا العالم. التخصصات أو المهن هي تخصصك الذي عليك أن تعرفه قبل دخول لهذا العالم. فكل شعب لديهم تخصصاتهم مختلفة عن الشعب الآخر، وتنقسم هذه التخصصات إلى قسمين، تخصصات المقاتل وتخصصات الساحر. لدينا مثلا الشعب البشري، تخصصات المقاتل. في الاختبار الأول حين يصل مستواك إلى 20، سيكون عليك اجتياز تخصصك، إما أن تكون محارب أو الفارس البشري أو النينجا يطلقون عليها المارقة أيضا أو المخادع. وكل هذه التخصصات تنقسم إلى قسمين. انظر إلى تلك اللائحة هناك كي تعرف عن التخصصات. هيا اذهب. نعم، أريد أن أعرف. إنني أرى هناك شيء، أظن أنها اللائحة. حسنا، اللائحة موجودة هنا. إنني أرى.
فهمت الآن يا معلمي، فهمت. حسنا، لقد قررت. سوف أختار المحارب، لأنني في النهاية عند التخصص الأخير أريد أن أصير مبارزا قويا.